الثبات في الأداء يحتاج إلى عقلية مختلفة صراحة. أكيد أكيد، أنا في تقديري الشخصي اللاعب هذا هو أفضل مدافع جاء الهلال، من اللي أنا نشوف الهلال نتابع في الهلال هذا أفضل مدافع أجنبي شفته لعب في الهلال. ما راح يستمر؟ الاستمرار ما يعني يستمر بسبب التجنيد السنة القادمة أتكلم. والله ما هذه ظروف ثانية، بس نتمنى وجود جانك لأنه لاعب بصراحة على مستوى عالي، إمكانيات عالية، لاعب مثل في الاستمرارية في على المستوى، وهو أفضل مدافع أجنبي مر سواء في الهلال أو على مستوى الدوري السعودي. أفضل مدافع أجنبي تاريخيا بالنسبة لي.